بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم عن تعريف بسيط عن المعجزات. ما هي المعجزات؟ المعجزات هي أفضل وسيلة لهداية البشر إلى طريق الله سبحانه وتعالى، وهي أمر يؤيد الله به أنبياء يفوق طاقة البشر ويثبت لهم صدق رسالة الإلهية، مثل معجزة سيدنا موسى كانت العصا، ومعجزة سيدنا صالح كانت الناقة، ومعجزة سيدنا المسيح كانت إحياء الموتى. والله أعلم.